السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم دعاء. كل سنة وانتم طيبين طبعا، عشان أعياد الربيع وأعياد المسيحيين، وربنا يعود الأيام علينا كلنا بخير يا رب. هنعمل النهاردة صينية فراخ بالمواد العطرية وبالثوم والليمون. يعني ايه المواد العطرية؟ المواد العطرية اللي هي زي القرفس، زي الجزر، زي الفلفل اللي هو الخضار بتاعنا دي طبعا، كل دي والليمون والثوم، كل دي مواد عطريه. طبعا لما اقول صينيه فراخ مش لازم يعني ان انا اجيب فرخه كامله ولا اتنين او كده، لا، هي فراخ هتتحط في الصينيه في الفرن. ممكن انا اجيب على حسب عدد افراد اللي هياكل، ممكن ولادي اتنين ياكلوا، ممكن انا اكل، ممكن احنا اسره كبيره ناكل، على حسب عدد الافراد اللي هتاكل. انا النهارده هعمل وركين فراخ مع البطاطس. الصينية دي حلوة قوي، فيها الثوم وفيها ليمون، حلوة وبسيطة وسريعة جدا. وهنعمل برضو معاها برام رز بالقشطة. انا عندي هنا وركين فراخ، عندي هنا اهم وركين فراخ، عندي جزر وقرفس، فلفل احمر او اخضر، عندي ليمونتين وثوم وفلفل اسود وملح، وطبعا البطاطس دي بالنسبه لصينيه الفراخ. انا عندي هنا الطاسه ومعلقتين زيت، ادي قصدي الصينيه اهي، صينيه سلستين، حطيت فيها معلقتين زيت. هاجي هنا اشوف، امسك الفراخ، انا عايزه اطلع من الفراخ اي شحومات فيها. ادي ورك الفرخه اهو، انا همسكه كده، الشحومات اللي هي الزيادات دي انا هشيل الزيادات دي، هستغنى عنها خالص اهي، لان كده كده الوراك برضو فيها دهون وهتنزل الدهون بتاعتها. ممكن ان انا اقسم الفرخه، اخلي الدبوس لوحده، واخلي الفخده بتاعتها او بطن الورك لوحده كده اهو، وممكن ان انا هخليه على بعضه، هخليه ايه على بعضه. دي برضو هشيل الورك ده، برضو هشيل منه اي زيادات موجودة عندي اهي. سكينة ملح مش حامية منها اهي، خلاص. هاجي هنا اجيب، ادي الصينية بتاعتي اهي اللي فيها معلقتين الزيت، وهحط ادي الورك اللي انا ما قطعتهوش، وادي الورك اللي هو متقطع الدبوس لوحده، والصفحة او الجزء الثاني لوحده. كده اهو، هاجي هنا انا رصيتهم اهو، هحط هنا معاهم ايه بقى؟ هحط معاهم الايه؟ الجزر. وانا في المرحلة دي انا مولعة الفرن بتاعي بقاله ربع ساعة يسخن كده اهو. انا بقشر الجزر بأي طريقة، اي قشارة، اي سكينة عندك، وهقطع الجزر بتاعي حلقات، مكعبات، صوابع، زي ما انا عايزة، وهحطها كده اهي. انا عايزه اخد الريحه والطعم والفايده اللي في كل حاجه انا هحطها. هاجي هنا ادي الكرفس بتاعي برضو كده اهو، هوزعه على الصينيه. هاخد الفلفل الاحمر او اي فلفل احنا اتفقنا، مش شرط احمر، الفلفل المتوفر عندك حطيه. كل دي هتديني طعم وهتديني ريحه وهتديني فايده. هاخد كمان قطعه كده، وهنشوف في الاخر هنعمل ايه في الليمون بتاعنا. هحط رشه فلفل اسود
وهحط معاها رشة الملح، وهدخلها الفرن كده تتشمع، تاخد لها بس ايه تشميعة كده، واحنا مع بعض هنشوف هنعمل ايه. بس هوريها لكم الاول. زي ما احنا شايفين ادي المواد العطرية، الجزر والقرفس والفلفل ورشة الفلفل والملح على الفراخ، وحطينا معلقتين الزيت تحتها وهندخلها الفرن. دخلناها الفرن، نيجي هنا نشوف البطاطس. البطاطس انا مقشراها اهي وحطها في ميه. هاخد البطاطسايه كده، دول بطاطسيتين اتنين علشان عدد اللي هياكل فردين، بقسمها نصين واعملها رقيقه، ما بعملهاش مش شيبسي ومش عاديه بتاعت صينيه عاديه، بعملها رقيقه بين ده وبين ده. هوريها لكم السمك بتاعها ازاي، يعني اهي لا هي شيبسي ولا هي صينيه البطاطس العاديه اللي بنعملها، بنعملها بين ده وبين ده اهي. واحطها في الميه. عندي هنا طبعا الصينيه ديت النجم بتاعها الثوم والليمون. عندي هنا 6 أو 7 فصوص ثوم انا عملتهم في المكنه او المطحنه بتاعه الخلاط او الكبه بتاعتي. هجيب هنا كده الليمون وهعصره. احط كمان نص ليمون، كل ده هيديني ريحه وهيديني طعم وهيديني فايده. بعد ما احط البطاطس هحط في الاخر ورقتين لورا لو انا حابه، لان انا عندي حاجات تانية هتديني نفس الروايح واكتر كمان شويه، بس هحط برضو ايه ورقتين لورا في بذرية كده اهي. هنزل بالثوم بتاعي، بسم الله الرحمن الرحيم، هحطه على الليمون اقلبه كده مع بعضه، ريحته جميلة جميلة جميلة. ونطلع الصينية من الفرن نشوف عملت ايه. زي ما ايه ما دخلناها، بس بدأت ان هي تنزل المية بتاعتها او الصوص بتاعها، فانا هاخد منها وارش عليها كده عشان اديها طعم الدهون بتاعتها اللي نزلت منها، هرش عليها. انا في المرحلة دي انا بعمل للفراخ او لقطع الفراخ بتاعتي طراوة كده، وبروح ماسكة التوم والليمون اللي انا عملته، اخد منه على كل قطعه كده، هوريها لكم برده، معلقه اخد على كل قطعه كده ايه معلقه. ولسه برده مش هحط البطاطس بتاعتي، انا هحط البطاطس بتاعتي اخر مرحله كده ايه. هسيب حبه ثوم على ليمون علشان احطهم على البطاطس. زي ما احنا شايفين حطيت على كل قطعه فراخ ثوم، شو معلقه ثوم بليمون على كل قطعه كده، معلقه ثوم ايه بالليمون اهي. بدات ان هي تنزل، هوريها لكم، بصوا الصوص بتاعها او الميه بتاعتها. انا باخد بالمعلقه واحط على كل قطعه معلقه من الصوص ده او من الدهن ده، ندخلها الفرن تاني. دخلنا البطاطس زي ما اتفقنا الفرن، قصدي الفراخ،
البطاطس اهيت، وبقيه الثوم والليمون اهو احنا ركنينهم كده على جنب. نيجي بقى نشوف برام الرز بالقشطه. انا عندي هنا دول كوبايتين رز مغسولين ومحطوطين. البرام ده انا ما بدهنهوش تحت زيت او سمنه لانه فخار متبطط ما بيلزقش. وحتى لو برام من عادي اللي بيلزق، لو البرام الرز عيارها مظبوط وسواها مظبوط صدقوني والله العظيم ما بتلزق. عندي هنا لبن. لبن ده على فكره انا مش بهتم او مش من الناس اللي انا اقولك لازم احط ميه سخنه او لبن سخن، لا بصوا اللبن طالع من الثلاجه والايه والفقاعات بتاعت الميه الساقعه عليه اهي. ممكن في الحاله دي يا اما لو انا احتجت انا كنت في حاله ان انا مستعجله على الاكل احط ميه سخنه او احط شوربه سخنه او احط ميه عادي من الحنفيه مفيش اي مشكله. وعندي هنا معلقتين كبار سمنه او زبده. انا دلوقتي مش متوفر عندي القشطه بتاعت السوبر ماركت او بتاعت المحلات، هاخد ايه؟ هاخد القشطه اللي في وش اللبن وهتبقى حلوه جدا جدا جدا. وعلى فكره انا معظم شغلي في البرايم لما اعملها بالقشطه او في الجلاش او الكلام ده وهنعمله مع بعض انا بكتفي بالوش بتاع اللبن بيبقى رائع بصراحه. انا عندي هنا اهو ادي الرز، هنملح الرز كوبايتين رز، هحط نص معلقه صغيره او ثلاث اربع معلقه صغيره كده وهقلبها اهي. قلبت الرز بتاعي كله هياخد شويه ميه زي انا ما قلت لكم لو انا مستعجله هحط الميه سخنه، لا انا فعلا مستعجله عشان ولادي على وصول. ماشي اهو اخدت ربعها ميه كده اهي هوريها لكم برده. دوب غطيت بس اجي الرز بتاعي بالميه زي ما احنا شايفين كده بالظبط. هكمل بايه بقى؟ هكمل بسم الله الرحمن الرحيم هنزل باللبن بتاعي اهو، هنزل بايه باللبن بتاعي. طبعا كل ست بيت عارفه العيار بتاعها. انا حطيت كوبايه ميه والمفروض ان انا بحط كوبايه ونص إيه لبن، المفروض ان انا بحط كوبايه نص لبن وبعمل المعلقه كده كده. لو المعلقه ما ملتش مني او ما وقعتش مني يبقى انا عيار الرز عيار الميه بتاعتي واللبن على الرز مظبوط. المعلقه انا حطاها واقفه ومثبتاها. لو دي حته كانت جدتي كده الله يرحمها زمان معلماها لي، لو المعلقه فضلت ثابته معايا كده كده يبقى عيار الرز بتاعي عيار الميه بتاعتي مظبوطه وانا كده عياري الحمد لله مظبوط. نيجي بقى نشوف هنعمل ايه. هاخد بقى هنا اغير بس المعلقة دي عشان دي ناشفة. هاخد بقى هنا اطلع وش اللبن بتاعي كله وهوزعه على البرامة بتاعتي وهتاكله اجمل برامة رز، لان طبعا وش اللبن ده اصلا بيبقى سمنة. شايفين اللبن منزل وش وقشطه قد ايه. وعلى فكره ده كيلو لبن يعني مش حاجه مش 2 3 كيلو يعني، واللبن بتاع اللبان عادي مش لبن ازايز معلبه او حاجه اهو. انا كده اخدت الوش بتاع اللبن كله وهنزل هنا. وبرضو عندي على فكره مش شرط ان انا اسيح السمنه او اسيح الزبده، لا الكلام ده بقى يعني ايه في الدفسات يعني دفسة العروسة ولا كده بنظبطها اكتر. احنا دلوقتي بنعمل الحاجة السهلة. هنزل بيه مش عشان سهلة يبقى اي كلام، لا الحاجة السهلة والمظبوطة والجميلة برضو متفتكروش حاجة يعني. كده انا حطيت السمنة بتاعتي
علشان ما اشغلش بالي بقى وادخلها الفرن، مش بغطيها، انا بسيبها كده لغايه ما تتظبط وتختم، وابدا اغطيها يا بطبق المونيا يا اما بغطا حله يا اما بورق فويل. هنوريها لكم زي ما احنا شايفين اهيت، ادي البريم وادي وش اللبن وادي السمنه، ادي وش اللبن زي ما احنا شايفين اهو، وبس عشان ابيض يعني مش باين، ادي وش اللبن اللي هو القشطه كده اهي، ادي وش اللبن القشطه، وادي السمنه تحتي، وادي العيار المظبوط بتاع الرز، وهندخلها الفرن ونجيب بقى صينيه البطاطس ونشوف هنعمل فيها ايه. لو هقول لكم ريحتها عامله ازاي مش هتصدقوني غير لما تجربوها بنفسكم، وبرده هنا بتنزل برضو اكتر الدهن بتاعها اكتر، برضو انا هاخد من الدهن بتاعها وايه هسقي القطع الفراخ زي ما احنا عملناها من شويه. وفي الحاله دي بقى احنا يلا نحط البطاطس. زي ما شفنا الاول حاجه هاخد الاول من الصوص اللي نزل وهرش، هحط معلقه منه معلقه كده على قطع البطاطس علشان تاخد الطعم بتاع الدهن بتاعها وفي نفس الوقت ما تنشفش معايا كده اهو، واخد الطعم بتاع الليمون اللي نزل والثوم اللي نزل، وانا لسه هكمل بقيه المقدار بتاع الليمون والثوم اللي عندي كده اهو. نحط بقى البطاطس بتاعتنا، انا صفيت الميه بتاعتها كده اهي، اسويها بس كويس. عشان تبقى مرصوصة كده ايه رصة حلوة. بس. هاخد هنا بقى الثوم بقية الثوم والليمون. نزود عليهم شوية مية وهحط عليهم، لان انا لما ملحت على قد الفراخ، فهحط عليهم كده اظبط الملح بتاعي، وهحط عليهم برضو الفلفل الاسود مع الكرفس والجزر والفلفل الاحمر. عايزه احط ورق لورا زي ما اتفقنا نحط، مش عايزه خلاص، مش بفضل ان انا احط كزبره خضراء او بقدونس اخضر فيها، ليه لا، انا عايزاها كده ايه زي ما هي، لان انتم مش هتقتنعوا بكلامي الا لما تجربوها وتشموا ريحتها. احنا كده ملحنا اهو، بسم الله الرحمن الرحيم، هرش بقيت الثوم بتاعي كله اهو على البطاطس وعلى الفراخ، وادخلها الفرن. هتاخد معايا كمان حوالي من نص ساعة لساعة الا ربع، هتاخد معايا من نص ساعة لساعة الا ربع. ممكن عايزة تقطعي شرايح طماطم عليها زي ما انت عاوزة، عايزة تكملي ارجو الفلفل الاحمر على اساس نكسر اللون بتاعها بقاش كله اصفر زي ما انت عايزه. المهم انا حاطه المواد العطريه بتاعتي زي ما اتفقنا، الكرفس والجزر والثوم والفلفل الاحمر والليمون، ودي بقيه الفلفل بتاعي اهو. انا كده هدخلها الفرن زي ما اتفقنا، المود من هتاخد معايا كل واحده حسب الفرن بتاعها من نص ساعه لساعه الا ربع، وبرام الرز في الفرن زي ما اتفقنا حطاه تحت على قعر الفرن من تحت، بياخد لغايه، مش هقول بياخد قد ايه، لا لغايه ما بيختم، وبطلعه على الشبكه فوق وبوطي الفرن وبغطيه زي ما اتفقنا بطبق او فويل او غطا حله ألمونيا. ودي برده هتاخد معايا من زي ما اتفقنا هنا من نص ساعه لساعه الا ربع، او حسب فرنك والنار بتاعه
فرنك المهم لغايه ما تحمر معايا، ان طبيعي الفراخ اوريدي اخدت تشميعه مع دخلت بدات تدخل في اول ربع في السوا، وبعد ما تطلع من الفرن هوريها لكم وجربوها وان شاء الله هتعجبكم، وبالف هنا وشفا هوريها لكم ان شاء الله في اخر الفيديو. باي باي، سلام عليكم.